مش بتكلم طبعا على في الجول، لا انا بتكلم بشكل عام يعني. تعال نروح لليوم السابع على تويتر. موسيماني يتراجع ويرحب بتعاقد الاهلي مع حارس مرمى في الصيف. ده خبر ملوش اي لازمه، مش وقته خالص يعني، مفيش الكلام ده اصلا، مع كامل الاحترام طبعا للخبر يعني، قصدي ككلام او توجه في الحديث عن الامور اللي زي دي، مفيش اي تفكير دلوقتي. هل من المنطقي يا جماعه ان الاهلي، استنى نرجع للخبر بس عشان انا عايز اقف عنده شويه، هل من المنطقي ان الاهلي في ظل الماتشات الكتير اللي ورا بعض وفي ظل الماتشات القويه وتعدد البطولات، موسيماني هيسيب الدنيا دي كلها ويقول لهم يا جماعه لا خلاص انا والنبي عايز حارس مرمى تاني؟ اديني عقلك كده، فكر معايا، هل ينفع يعني، منطقي يعقل؟ لا. فيعني ساعات بتبقى في اخبار عشان نحط اخبار يعني. انا والله ما اعرف مين الصحفي ولا اعرف يعني، انا بتكلم بشكل عام والله، لان فعلا في حاجات غير منطقيه. كامل احترام للناس كلها يعني، وطبعا اليوم السابع اكيد يعني. كوره بلس وحسابهم على تويتر عاجل، الاهلي يحصل موقف حول عرض استون فيلا لشراء اليو ديانج. كل حلقه لازم يبقى في خبر على اليو ديانج. لحد دلوقتي الاهلي ما جالوش اي عرض رسمي بخصوص اليو ديانج. بعض التقارير قالت ان استون فيلا الانجليزي عايز يجيب اليو ديانج وبعت عرض رسمي للنادي الاهلي، مفيش حاجه رسمي جات للنادي الاهلي. امال ايه اللي بيحصل؟ ممكن يكون بعض الوسطاء بعض الوكلاء بيتكلموا في الاتجاه ده او في التوجه ده، لكن مفيش اي حاجه رسميه بالخصوص ده خالص. وديانج من اللعيبه المحترفه قوي وبيركز بشكل كبير قوي 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 مع فرقته، وانا شفت بصراحه الكلام ده قدام عيني يعني. فنتمنى له يا رب كل التوفيق. ناخد اخر خبر معانا في ترند الاهلي والمصري الرياضي. امبارح كان معايا ورد الخبر ده. المصري الرياضي حسام على تويتر، الاهلي يكشف حقيقه المفاوضات مع نجم الترجي محمد علي بن رمضان. حد يختلف على امكانياته؟ بصراحه لا، لعيب جامد قوي قوي يعني في نص الملعب ما شاء الله عليه. هل الاهلي بيرغب في التعاقد معاه حاليا؟ مفيش اي حاجه في التوجه ده او في الاتجاه ده، مفيش اي حاجه، مفيش تفكير، او مفيش، مش عايز اقول مفيش تفكير يعني، ممكن يكون انت في لجنه تخطيط في النادي الاهلي، فلجنه التخطيط دورها ايه؟ ان هي بتتابع، بتفكر لمستقبل الفريق، فبتحط اعتبارات معينه، ممكن تحط اسماء معينه. من الوارد يكون محمد علي بن رمضان موجود، معرفش، لكن في نفس الوقت لو موجود هو طبيعي انه يبقى موجود، لان هو لعيب كبير قوي وبامكانيات كبيره. لكن في نفس الوقت بيلعب مع الترجي التونسي احد اكبر انديه افريقيا، فمش الموضوع مش هيبقى سهل خالص. لكن هل في مفاوضات رسميه، كلام مع اللاعب، مع امور زي دي؟ مفيش خالص 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 بخصوص المفاوضات دي يعني. لكن ممكن تحصل في المستقبل، واكيد احنا نتمنى اي لعيب يكون بامكانيات كويسه يكون موجود في النادي الاهلي. طيب دي كانت اخبار الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم على الجانب المحلي والجانب العالمي شويه ونكمل مع بعض حلقتنا. يلا بينا.